عثمان ديمبيلي اكل الدور بتاعه كل الشوط الثاني. بجانب موضوع التحولات، فريق برشلونه ما كانش بيبيع نفسه ولا كان بيطلع يضغط من قدام. فمباراه النهارده تحس ان كان امبابي فيها ما كانش موجود. ليه؟ لان في التحولات برشلونه ما كانش بيسيب مساحات علشان خاطر باريس يشتغل على التحولات، وثانيا وهما معاهم الكره عثمان ديمبيلي هو اللي كان بياخد الطرف الشمال وكان بيطير بالطرف الشمال. فكنت بتحس ان عثمان ديمبيلي هو مان اوف ذا ماتش بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان. عثمان ديمبيلي سجل هدف اول طرش ما تتشافش، يعني عثمان ديمبيلي الجون اللي جابه ده ما تتشافش خالص. برشلونه انهار بعد الهدف الاول ولبسنا هدف تاني عن طريق فيتينيا، وقاعدين نقول ربنا يستر والوضع بالنسبه لبرشلونه هيكون كارثي. وهنا زي ما كنا بننتقد تشافي على تغييراته وكنا بننتقد تشافي على التغييرات الرديئه اللي بيعملها، لازم نقول ان تشافي التغييرات بتاعته فرقت في شكل برشلونه الهجومي. نعم يا صديقي، تشافي نزل بدري، بدري عمل اسيست. نعم لازم نتكلم على ان تشافي كان جيد وكان موفق في التغييرات. يعني تشافي قرر ان هو يطلع سيرجيو روبرتو وينزل بدري. اول لمسه لبدري، بدري عمل اسيست لرافينيا اللي تشافي كان موفق ان هو يطلع لامين يامال وما طلعش رافينيا. فرافينيا قدر ان هو يسجل هدفين في مباراه في دوري ابطال اوروبا، اعتقد اول مره رافينيا يعملها. يعني انت بتتكلم على رافينيا عمل مباراه العمر النهارده في دوري الابطال. بتتكلم على رافينيا النهارده كان عندي فار بدلته باسد، اللي هو معلش يعني ده افضل مباراه لرافينيا من اول ما جه النادي. فاكت دي افضل مباراه لرافينيا من اول ما جه برشلونه. وثانيا برضو بتتكلم على تغيير غلط عملها الناحيه الثانيه المدير الفني انريكي لما طلع لي كانج ونزل لعيب زي زاهير امري. بصراحه كانت تغييره سيئه جدا بالنسبه لانريكي، تغيير زاهير امري مكان لعيب زي لي كانج كانت تغييره سيئه، كانت تغييره سيئه 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 يعني. ولكن الحمد لله سيبه يا اسطى عك، يعني الحمد لله احنا غلابه ومحتاجين حد يعك قدامنا. نزل جواو فيليكس مكان لامين يامال، وسبحان الله بجمله بقى التوفيق تشافي ينزل اندريس كريستيانسن فكريستيانسن يسجل هدف من كره ثابته. اللي هو يا اسطى في ايه؟ انت متاكد يا اسطى في ايه؟ يعني تشافي طلع موفق بشكل كبير في التغييرات، نزل لعيب جاب جون ونزل لعيب عمل اسيست وما طلعش لعيب قدر ان هو يسجل هدف تاني. ايه يا اسطى في؟ انت خلصت المنهج كله النهارده، يعني تشافي خلص العظمه كلها النهارده. تشافي اللي كانت تغييراته عباره عن مساك بمساك وتفندر بتفندر، النهارده تشافي تغييراته فرقت في شكل الماتش. النهارده تغييرات تشافي غيرت النتيجه بتاع المباراه، يعني برشلونه خسرها 2-1، تشافي بينزل بدري، بدري بيعمل اسيست، برشلونه بيسجل هدف تاني. الله. بنتعادل 2-2، تشافي بينزل اندر كريستيانسن، كريستيانسن بيسجل هدف تالت. اللي هو ايه يا كوتش؟ ايه يا كوتش؟ ايه الجمدان ده يا عمنا؟ ايه يا مستر الجمدان والحلاوه والطعامه دي؟ والناحيه الثانيه بينزل برادلي باركولا عشان يحول عثمان ديمبيلي كجناح شمال، فعثمان ديمبيلي يموت كيليان امبابي. الله. ايه الجمدان ده؟ لا لا ايه الجمدان ده؟